تقريبا الكل موقفه وما حد سأل عن حالي. كلمات شعبية أي واحد يقدر يرددها، لكن هذه الكلمات هي لسان حال المدنيين والتيار الصدري اللي يترقبون الانتخابات المحلية، وبجانب آخر يستعد الإطار التنسيقي لخوضها. مصادرنا تقول أنه الإطار التنسيقي أخذ برأي المالكي وسينزل بقائمة تضم كل قوى الإطار ما عدا ائتلاف دولة القانون التي ستنزل منفردة، بمعنى أنه سيكون هنالك قائمة للإطار وأخرى للمالكي. وهنا استذكار لقضية التحالف الوطني. بالمقابل وسائل الإعلام تقول أنه التيار الصدري راح ينزل بثلاث قوائم مستقلة مدعومة من شخصيات صدرية، بس لغاية الآن ما صدر شيء رسمي من التيار سوى زلزال الساعة اللي تمثل بالاحتجاجات على إحراق القرآن الكريم، وكأنه بالصدر يقول أنا هنا آتوني بمرشحيكم. بس الغريب بهذه الانتخابات هو بقاء السلاح الممتلف أو السلاح المخالف لقانون الأحزاب والانتخابات، وأيضا اللي راح يعمل على وجود خروق كبيرة بالإضافة إلى الجانب الفني وقضية العد والفرز اليدوي وعدم استخدام التقنية الحديثة. جميعها عوامل ستساهم في زيادة الخروقات والتزوير على عكس انتخابات تشرين 2021. وهنا ممكن نستنتج أنه المشهد العراقي لا يختلف كثيرا عن انتخابات 2018 والتي وصفت بأسوأ انتخابات من ناحية التزوير وأيضا عمليات الخروقات التي شابتها أنذاك في كل المستويات.